انتشار للجيش اللبناني في البقاع الشمالي، والنائب إيهاب حمادي يكشف تورط الأجهزة الأمنية في تغطية مطلوبين. عاد التوتر إلى الساحة البقاعية بعد اشتباكات ليلية بين آل جعفر وآل الجمل، تداعى على إثرها نواب البقاع وفعالياته وكبار العشائر لمحاولة فض التوتر. هذا لملة دم، وهذا الله الفرض علينا، وهذه كرامة، وبقى مش كبير عليكم انتو اذا طلعتوا بعين الرحمة وبعين الجيرة وبعين الالف اللي بينكم وبين بيت الجمل او اهلكم، وبيطلعوا قد فخد من عندكم. القادر بيرحم والقادر بيسامح ويعف بيسامح وهي وبعف، وبيت الجمل اللي عليهم بدهم يقدموا. حرب البيانات والتصريحات لم تنتهي بانتشار الجيش اللبناني في قرى وبلدات بقاعية، فكلام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي الذي تساءل فيه عمن أمن هرب نوح زعيتر إلى سوريا وسهل مروره على النقاط الأمنية، قابله بيان رد لزعيتر هاجم فيه نائب المنطقة معتبرا أن كلامه لا يبرر تقصيره في حق المنطقة. هذه الإشكالية هي ضمن الأراضي السورية، وأيضا ما كان ما تم تصويره وكأن هناك حرب يعني شعواء، هي بصراحة لم تكن كذلك. كان في مجموعة من أصحاب المصالح، إذا ما بدنا نقول ينتمون إلى أهداف وأغراض، سواء العلاقة بأعمال تجارية وإلى آخره. نحن هلأ وصلنا على بيت جعفر، ونحن الأمور أصبحت على خواتيمه. نواب المقاومة يؤكدون أن الهدف من الفلتان الأمني هو معاقبة المنطقة، وكأنه نحن بعد هذه الانتخابات، بعد موقف المجتمع الذي تنتمي إليه بعلبك الهرمل، بعد هذا الموقف اللي عبروا عنه بأصواتهم في صناديق الاقتراع واللي اقترعوا بنسبة 95% لصالح المقاومة، وكأنه هذه المنطقة تعاقب. يذهب الرجل أبعد من زميله في نيابة المنطقة باتهام الأجهزة الأمنية. القتلة والعصابات تتنقل بغطاء من هذه الأجهزة الأمنية، وأنا أعني ما أقول، ومع بطاقات بتسهل المرور مع مواكبها، وإلا خلينا نسأل الفرد الذي ينتمي إلى عصابة كيف له أن يقطع 100 كيلومتر و 150 كيلومتر في لبنان بحماية مين وبترتيب من مين؟ هذا سؤال كبير بيتوجه إلى الدولة بكل ما تعنيه من أجهزتها ومؤسساتها وسلطتها. الآن الناس بلشت تتحرك، ما بنعرف لوين بتوصل، وبالتالي سوف تحرق هذه النار كل الأصابع التي تلعب فيها. الجميع يحذر من ثورة الناس بسبب الإهمال والانفلات الأمني والتآمر على المنطقة. أزمة آل جعفر وآل الجمل في طريقها إلى الحل، فمن أين سيأتي الانفجار التالي؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد.